السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله نتكلم عن الدرس الثاني في الوحدة، وهو توزيع السكان في العالم. طبعا أنا عايزة أعرف عدد سكان العالم، حوالي 7 مليار و2 من 10. الكلام ده كان في 2014، ولكن طبعا يا ولاد 7 مليار و2 من 10 مش موجودين في مكان واحد، أو بيختلف توزيعهم من مكان إلى آخر. عندي طبعا أكبر قارات العالم سكان قارة آسيا، أصغر سكان أو أصغر قارات العالم سكانا أستراليا، وقارة أنتاركتيكا قارة خالية من السكان. طبعا بتهتم دول العالم بالقيام بتعداد سكاني. تعداد سكاني يعني إيه؟ يعني بيشوفوا كل كام 5 أو 10 سنوات بيعملوا تعداد للسكان. طيب أنا عايزة أعرف السكان إيه أهم المناطق اللي بيتركزوا فيها؟ أنا أول حاجة عندي يا إما هتلاقي السكان في مناطق صهون فيضية بسبب طبعا وفرة المياه وخصوبة التربة، أو سهول ساحلية بسبب المناخ المعتدل، أو المدن الكبرى بسبب فرص العمل والعمل بالنشاط السياحي ووفرة الخدمات والمناطق الصناعية. طيب أنا عندي أول حاجة قارة آسيا. قارة آسيا تعد من أكبر قارات العالم سكانا. طب ليه مس بما تفسر؟ لأن بيسكنها نحو 60% من سكان العالم، وفيها أكبر دولتين في العالم سكانا وهي الصين والهند. تاني بما تفسر، تعتبر قارة آسيا أكبر قارات العالم سكانا لأن بيسكنها 60% من سكان العالم، وبيوجد بها أكبر دولتين وهما دولة الصين والهند. طيب عايز أعرف هما موجودين فين في قارة آسيا؟ عندي زي ما قلت لكم من البداية السهول الفيضية، سهول نهر يانجتسي في الصين، تمام، وعندي سهول نهر الجانج في الهند، وعندي جزر زائد التربة الجيدة زي جزيرة جاوة، ودي أكتر مناطق في العالم ازدحام بالسكان، وعند جزر اليابان والفلبين. تمام، نيجي نشوف نهر اليانجتي، تمام، أهو الصين، وعندي نهر الجانج، وعندي طبعا زي ما قلنا جزيرة جاوة أهي، وعندي جزر الفلبين، وعندي جزر اليابان. تمام، طيب نيجي بعد كده بيقلوا فين يا مس؟ بيقلوا طبعا يا ولاد زي ما انتوا عارفين، بيقلوا في المناطق الشمالية عشان شدة البرودة في سهول سيبيريا، والمناطق الصحراوية في شبه الجزيرة العربية، والمناطق الجبلية والهضبية بسبب وعورة السطح. الأسئلة هنا بتيجي بما تفسر. طيب نيجي نشوف المناطق اللي بيقلوا فيها. ادي سهول سيبيريا، وادي المناطق الجبلية، وعندي قلنا في شبه الجزيرة العربية، تمام طبعا لأن دي مناطق صحراوية. طيب نيجي بعد كده لقارة أوروبا. قارة أوروبا بيتركز السكان فين؟ موجودين في دول غرب ووسط أوروبا، موجودين في بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، أسبانيا. طب إيه السبب؟ لأن دي هناك مدن ومناطق صناعية كبرى زي لندن وباريس، وطبعا في سهول زراعية خصبة زي السهل الأوروبي العظيم. وعندي دول شرق أوروبا بيتركز السكان بدرجة أقل شوية لأن هي أقل تقدم من غرب وسط أوروبا. يعني غرب وسط أوروبا أكثر سكان من الشرق، لأن أنا عندي غرب وسط أوروبا أكثر تقدما من الإيه؟ من الشرق. تمام، شايفين يا ولاد أهي قارة أوروبا، السهل الأوروبي العظيم طبعا دي سهول خصبة بيتركز فيها السكان، وعندي المدن الكبرى زي إيه؟ باريس أهي، تمام، وعندي طبعا فرنسا وحوالين الأنهار. تمام، طيب بيقلوا فين؟ في المناطق الشمالية زي فنلندا والنرويج. فنلندا والنرويج، طب ايه السبب يا مس؟ هنقول بسبب شدة البرودة. طيب عندي بعد كده يا ولاد في المناطق طبعا الجبلية زي جبال الألب. نيجي لتالت قارة عندي، قارة أمريكا الشمالية. قارة أمريكا الشمالية بتضم دول قارة أمريكا الشمالية سكان موجودين فين؟ أنا عندي الولايات المتحدة بنسبة 57%، ودي أكبر دولة في القارة فيها سكان. عندي المكسيك 21%، والنسبة الباقية عندي كندا، دول أمريكا الوسطى اللي هي دول البرزخ، وعندي جزر البحر الكاريبي. تمام؟ دي النسبة الباقية. طيب السكان بيتوزعوا إزاي؟ عندي الولايات المتحدة بيتركزوا في الساحل الشمالي الشرقي بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة والمدن الكبرى زي مدينة نيويورك زي ما انتوا شايفين اهي. يبقى الولايات المتحدة قلنا بيتركزوا بسبب وجود الموارد الاقتصادية وزي مدينة نيويورك، وعندي كمان المكسيك بيتركزوا عشان في المدن الكبرى زي مدينة مكسيكو
ليا هي عاصمة المكسيك اهي زي ما انتم شايفينها، تمام. وعندي كندا من اهم المدن الكبرى مدينة مونتريال، مدينة مونتريال، تمام. طيب نيجي بعد كده يا اولاد، بيقل السكان في دول البرزخ زي دولة هند روس وكوريستاريكا وبعض الجزر الصغيرة، تمام. نيجي بعد كده لقارة امريكا الجنوبية. قارة امريكا الجنوبية من اهم واكبر الدول اللي موجود فيها سكان عند البرازيل، دي اكبر دول امريكا الجنوبية سكان، فيها 50% من سكان القارة. وعندي في امريكا الجنوبية بيزيد عدد السكان في بعض المدن، بيزيد عدد السكان عن 40 مليون زي الارجنتين، تمام. وبيقل عدد السكان عن المليون زي مدينة اسمها جويانا، تمام. طيب السكان بيتركزوا فين؟ تعالوا معايا كده، السهول الفيضية زي نهر الأورينكو، تمام، اهو اقصى الشمال اهو، تمام. وعندي في نهر الامازون، بس السكان بيقلوا في حوض نهر الامازون لان طبعا هناك الظروف والغابات استوائية كثيفة. وعندي بيقلوا برضو فوق قمم جبال الانديز لان طبعا دي قمم جبلية عالية. الى جانب طبعا من اهم المناطق اللي موجود فيها سكان السهول الفيضية زي نهر او سهول لابلاتا اللي هي نهر بارانا وباراجواي، تمام. وعندي طبعا هضبة البرازيل بيوجد بها مدن كبرى زي مدينة برازيليا، تمام، دي موجودة فين؟ في البرازيل، خلاص. يبقى من اهم المناطق اللي بتركز فيها سكان نهر الاورينكو اهو. وطبعا عندي السهول البامباس اللي هي عندها فيها نهر بارانا وباراجواي، وبيقلوا في جبال الانديز وبيقلوا في حوض الامازون عشان درجة الحرارة العالية، تمام. عندي القارة قارة استراليا. استراليا الاقيانوسية دي بيتوزع فيها السكان، طيب فين؟ عندي دولة استراليا نفسها فيها 60% من السكان، دولة نيوزيلندا فيها 11% من السكان، والنسبة الباقية موجودة في باقي الجزر. طب بيتركزوا فين؟ طبعا في الأجزاء الشرقية عشان المدن الكبرى زي مدينة سيدني، تمام. وعندي كمان جنوب شرق القارة بسبب وجود السهول الفيضية الخصبة زي نهر دارلينج وميري، تمام. طيب نيجي بعد كده بيقلوا طبعا في الأجزاء الشمالية، أكيد المفروض تبقوا عارفين علشان وجود الغابات الموسمية. وبيقلوا بس طبعا في الوسط وغرب القارة بسبب سيادة الظروف الصحراوية، تمام. طيب السؤال هنا ممكن يجي يقول لك قارن بين قارة أمريكا الشمالية أمريكا الجنوبية من حيث مناطق تركيز السكان. طيب يبقى احنا خدنا النهاردة عدد السكان في العالم وايه اسباب تركز او العوامل اللي بتؤدي لتركيز السكان واختلافهم من منطقه لاخرى. خدنا قاره اسيا اهم المناطق اللي بتركزوا فيها واللي بيقلوا فيها، خدنا قاره امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا. وكده نكون نهينا درسنا النهارده، نلقاكم في الدرس القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.